ما تزال الأبصار شاخصة صوب منتصف ليل العاشر من أبريل القادم وما يحمله هذا اليوم من وعد بوقف الحرب وإحلال السلام، لكن عيون اليمنيين التي تبدو غير مطمئنة لفرص سلام لا يكترث لمسألة العدالة وإنصاف الضحايا، قد تعيد البصر كرتين صوب وعد مرهون بمزاج ميليشيا اعتادت خرق كل الاتفاقيات والمواثيق. ورغم اليقين من فشل المشروع الانقلابي وعجزه في تحقيق أطماع الانقلابيين، يبقى السؤال الأهم من كل ذلك، هل ينتصر السلام؟ انهارت التحالفات وتشكلت أخرى وتغيرت المعطيات على الأرض وخارطة الصراع، بل ومنطق الاستقواء وخطابه. يدرك المتابعون لواقع اللحظة السياسية الراهنة أن المستشرفين لجولات المفاوضات المرتقبة على كافة الأصعدة هو أن السلام ما يزال بعيدا. من موقعه يتحدث الرئيس هادي قائلا: ستبقى أيدينا ممدودة للسلام العادل الذي ينصف الشعب اليمني، السلام الذي لا يحمل بذور فشله في المستقبل. وهو ما يعزز القناعة بأن اليمنيين لا يخشون استمرار الحرب بقدر ما يخشون أن تظل هاجسا يرافق أي خطوة تمضي بهم نحو سلام خائف وقلق. إذن فما الذي يلوح في الأفق؟ يذهب البعض إلى القول إن نهاية القتال قد اقتربت، إلا أن النزاع سيستمر، لكن أن يكون السلام خطوة مؤجلة للحرب ليس سلاما كاملا. تأكيدات لخبراء عسكريين أن الضامن للسلام في اليمن هو نزع سلاح الميليشيا، وعلى المفاوضين واليمنيين أن يحرصوا على فرض ذلك من خلال تطبيق القرار الأممي. المجتمع الدولي يقف اليوم خلف عملية السلام، وضغوط دولية تمارس على دول التحالف من أجل ذلك، لكن من الذي يمكنه أن يطمئن عيون أم مختطف في سجون الميليشيا برؤيته قبل الدخول في مشاورات لأن تكون مصالح اليمنيين في السلام قبل مصالح القوى الدولية؟ فوحدهم اليمنيون من يؤكدون جدية فرص السلام من عدمها.